السلام عليكم دكتور هاني من شيكاغو بلد الثلج متقل هو الجو ساقع وبره في 1 فوت اوف سنو وخايف شايف زي ما كل الناس النهارده جايه تحتفل بيك انا برضو عايز اقول الشكر الصغير جزء صغير من شكري يعني انا بحمد ربنا الحمد لله ان ليا استاذ زي حضرتك اتعلمت منه كتير احب اشكره النهارده على كل التكنيكال نوليدج اللي ادهولي thinking methodology, research attitude, كل life experience اللي اكتسبتها من حضرتك. فجزاك الله كل خير على كل الافورت اللي حضرتك عملته ولسه بتعمله معايا ومع ناس كتير جدا يعني. وربنا برضو يدي حضرتك ان شاء الله الصحة والpatience اللي حضرتك تكمل حضرتك بتعمله. وربنا يقدرنا احنا ان احنا we can follow in your footsteps ونوصل لأي نوع من السكسس أو حتى نعمل أو حتى 10% من الحركة بتاعتك. فجزاك الله كل خير وشكرا. السلام عليكم. ازيك يا دكتور هاني؟ أنا سعيد بالفرصة ديت إن أنا أبعت لحضرتك كل التحية والاحترام والتقدير وإن أشكرك على كل الحاجات الكويسة الكتيرة اللي عملتها معايا على هذا المعمل. أنا بعتبر حضرتك الأب الروحي للمعمل وناس كبيرة في مجتمع الدولة كاملة في مصر. وطبعا بتمنى لحضرتك كل الصحة والسعادة والخير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم دكتور هاني وجميع الحاضرين. أنا اسمي محمد كمال. أعرف دكتور هاني من حوالي 13 سنة من أيام ما كان بيدرس لنا في جامعة عين شمس سنة تانية كهرباء سنة 92. أنا في الحقيقة ما أقدرش أفتكر كم مرة اعتمدت على الحاجات اللي درسها لي الدكتور هاني سواء في حياتي العملية أو حياتي الشخصية لغاية النهاردة. كل يوم في حياتي بشوف تأثيره في الناس اللي حواليا، بشوف سواء في مصر أو برا مصر. أعرف ناس كتير من جميع المراحل السنية، أكبر مني بعشر سنين وأصغر مني بخمس سنين، بشوف الناس حواليك من طلبة الدكتور هاني تعرف قد ايه كان ليه تأثير واسع في حياة ناس كتير. في الحقيقة اي حد يتعامل مع الدكتور هاني يقدر يحس قد ايه هو عطاء وعنده قدرة مميزة على العطاء ورغبة شديدة وحرص على مساعدة الاخرين. بالنسبة للدكتور هاني كان وما زال استاذ بمعنى الكلمة اللي يعرفها العرب قديمة. انا دايما ببقى حريص ان انا لما اجي مصر اسلم عليه وراح اطمن عليه واقعد معاه، حس ان هو صديق واخ واب. دكتور هاني انا ما جاليش فرصة ان انا اشكرك كما يجب. احاول اشكرك دلوقتي واقول لك شكرا جزيلا على كل حاجة عملتها لنا وبتمنى لك كل خير وسعادة وتوفيق مدى الحياة. واشوفك على خير ان شاء الله قريبا. السلام عليكم. محمد كمال. السلام عليكم دكتور هاني. كل سنة حضرتك طيب. حضرتك وحشنا كتير. اول ما قلنا ان هنعمل حفلة حضرتك قلنا لازم نشارك حتى احنا في الليل عشان حضرتك ليك فضل كبير على فرع. كل سنة حضرتك. السلام عليكم دكتور هاني. كل سنة حضرتك طيب. كان نفسنا نبقى موجودين النهارده مع حضرتك في الحفلة. افضل حاجة علينا يعني عظيمة. لولا وجود حضرتك ما كانش زماننا في بيوت الايه دلوقتي يعني، ولا كان زماننا شغالين في بيت التركت. فكل سنة وحضرتك طيب وان شاء الله مستقبل فيه ان شاء الله يعني. كل سنة وحضرتك طيب دكتور هاني. انا بستغل الفرصة دي انا ومحي وسامح وبنشكر حضرتك على مجهوداتك الكبيرة اللي حضرتك بذلتها معانا طول الفترة اللي فاتت. لولا المجهودات دي انا ما متخيل ان احنا ما كناش هنطور الدين ده اصلا. فيا ريت حضرتك تقبل كلماتنا دي تحية محبة من موسى لإيه وكل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك طيب. السلام عليكم يا دكتور هاني. كل سنة وحضرتك طيب. ويعني حضرتك بتمثل لنا قدوة ومثال لكل الأساتذتنا اللي هم ساعدونا في مصر وعملوا معانا شغل كبير قوي، هو اللي خلانا بقينا الطلبة اللي قادرين نعمل حاجات هنا في الجامعات اللي احنا هنا فيها والناس كلها بتبصنا وبتتكلم عنها. ويعني احنا بشكرنا لشخص حضرتك احنا في الحقيقة برضو بنشكر كل أساتذتنا. وبرضو يعني احب يعني اقول ان دكتور هشام يعني اشكره ان هو ادانا الفرصة دي ان احنا نعبر عن شكرنا. السلام عليكم.
السلام عليكم دكتور هاني، كل سنة وحضرتك طيب، وأنا كنت أتمنى أكون مع الناس الموجودين بتحتفل النهاردة بحضرتك. حضرتك حبينا نكتب حضرتك رسالة شكر على العطاء والمجهود اللي حضرتك قدمته خلال السنين اللي فاتت، سواء للناس اللي قبلينا أو سواء إحنا أو سواء الناس اللي بعدينا، وبإذن الله نكمل مسيرة العطاء مع حضرتك لما نرجع إن شاء الله، وتكون دايما القدوة المثالية للي محتاج ليك. ونحب في الآخر أتمنى لحضرتك السعادة والصحة إن شاء الله، وكل سنة وحضرتك طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا. الحقيقة راح أتكلم سوا معكم النهاردة وإحنا بنحتفل بدكتور هاني. الحقيقة أنا عرفت دكتور هاني من حوالي 9 سنين من ساعة ما كان بيدرس في ثانية كهرباء. هو أول ما دخل علينا في ثانية كهرباء كل الطلبة حدد إن هو إن هم قدام شخصية حياة مميزة، وبعد كده ربنا وفقني الحمد لله واشتغلت معاه وتعلمت منه حاجات كتير جدا، زائد العلم طبعا. تعلمت منه صفات مهمة جدا، تعلمت منه التواضع. الحقيقة دكتور هاني شخصية متواضعة جدا، واتعلمت منه التفاؤل. دكتور هاني دايما متفائل في المستقبل. وأخيرا أتمنى له إن شاء الله إن أتمنى له كل خير، وإن ربنا يبارك له في صحته ويساعده إن هو يكمل الدور اللي بيقوم بيه. والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الرسالة القصيرة يعني دكتور هاني، الواحد لو فكر إن هو يعبر عما في داخله أو يقول يتكلم عن مناقب دكتور هاني أو أفضاله، ما أعتقدش هيكفي دقيقة عشان يتكلم عن هذه يعني المناقب. دكتور هاني كان نعم الأب ونعم القدوة المعلم لينا، أثر فينا كثيرا. يعني الواحد يقدر يقول له حاجة واحدة بس، يعني جزاك الله خيرا يعني عما فعلته معانا كأبناء وكتلاميذ ليك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتك، وأن يرزقه الله الدم الطويل والعلم الغزير، وينفع بك الأمة يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابنك محمد أحمد الشيخ من جامعة عين شمس، وحاليا في جامعة بطلو. السلام عليكم. السلام عليكم دكتور هاني. أخبارك إيه؟ زيك يا رب تكون بصحة كويسة وخير. الحمد لله كويس، ويعني عاوز أنتهز الفرصة دي إني أشكرك على المجهود اللي عملته معايا في سنة 2000 لما كنت طالب بكالوريوس، وكانت بداية حياتي دخولي لحياة العملية. الحمد لله دلوقتي بنشتغل في VLS High Design، يعني Complex Chips، وتعلمنا كتير الحمد لله. خبرتك فادتني كتير قوي في حياتي العمليه وحياتي الشخصيه برضو، ويعني اتمنى ان شاء الله ربنا يقدرنا كده ونقدر ندي شويه يعني على الاقل حتى ادي جزء من العطاء اللي انت اديته للطلبه القبليه او الطلبه العاديه. ان شاء الله ربنا يقدرنا يعني، واتمنى لك دوام العطاء برضو ان شاء الله، ودوام الصحه والتوفيق باذن الله، ونشوفك قريب ان شاء الله. سلام. دكتور هاني، انا حبيت اقول لحضرتك كل سنه وانت طيب، اولا وطبعا بمناسبه عيد ميلادك، والحاجه الثانيه ان انا حبيت ان انا اشكرك، لان في الحقيقه ما كانش في فرصه ان انا اشكر حضرتك خلال فتره البكالوريوس والماجستير، لكن يعني احب اقول لحضرتك ان نجاح اي حد فينا حضرتك شريك فيه بمجهودك واخلاصك، واتمنى ان الجامعه تكون عندها بعد نظر بحيث حضرتك تستمر كعنصر فعال في الجامعه بغض النظر عن السن، لان الدكتور كويس، الاستاذ كويس زي حضرتك لا يعوض. ومره ثانيه كل سنه وحضرتك طيب، واشوف حضرتك على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة عيد ميلاد دكتور هاني فكري، علاقتي بالدكتور هاني بدأت من أكثر من 15 سنة في جمعية هواة اللاسلكي،
مع أصدقائي حاتم وحسام، وبعد كده في كورس الإلكترونيات بتاع سنة تانية. ده ما كانش كورس عادي، يعني في وقت ما كانش فيه يعني كمبيوتر إلا الناس محدودة، والإنترنت دي ما كناش بنسمع عنها أصلا. الدكتور هاني فكري علمنا إزاي نعمل سيميليشن، وإزاي نستخدم PSPICE، وإزاي نعمل Power Supply. ولكن في الحقيقة علاقتي الحقيقية بالدكتور هاني بدأت، أو علاقتي الخاصة جدا بالدكتور هاني بدأت من 11 سنة في ديسمبر 1994 في مشروع التخرج. مشروع التخرج ده كان نقلة كبيرة جدا في حياتي، يعني الحمد لله ربنا أتاح لي فيه إن أنا أتعلم من الدكتور هاني كل الحاجات اللي أنا بشتغل بيها لغاية النهاردة. مش اتعلمت فيه VLSI، اتعلمت فيه إزاي أعمل المهم، يعني كان فعلا ده كان نقلة في حياتي. بعد مشروع التخرج، بعد مناقشة المشروع بيوم وقبل ما تطلع النتيجة، الدكتور هاني فكري قال لي ان انا عايزك تروح تعمل انترفيو مع الدكتور هشام هدارة في شركة كبيرة اسمها اناكاد، اللي هي بعد كده بقت منتور جرافيكس. واتعينت في الشركة دي، ويعني يمكن حتى قبل ما النتيجة تطلع الحمد لله. والدكتور هاني فكري فضل استاذي طول الفترة دي، استحملني في الماجستير، ويعني هو يعني اتعلمت منه حاجات كتير جدا، وهو اللي عرفني بكل الناس المحترمة اللي انا اتعلمت منهم، زي الدكتور خالد شرف، زي الدكتور هشام هدارة، زي الدكتور وائل فكري. كان استاذي، كان اي مشكلة بيني وبين اي حد من مديريني كان هو بيتدخل ويحلها، كان دايما بينصحني، و كل سنة وانت طيب يا دكتور هاني، واستمر وخرج أجيال جديدة، ويعني خرج ناس تخدم صناعة الإلكترونيكس. كل سنة وانت طيبين. سلام عليكم.